الزفاف. أستجب لكم يعني هتلاقي تجاوب وإجابة. لا يلزم أن تكون الإجابة في عين ما طلبت، وإنما قد تكون الإجابة في عين ما طلبت، أو تكون في خير مما طلبت، أو تدفع لك عند الله يوم القيامة، أو يصرف الله عنك من السوء مثلها. يبقى مش لازم معايير اللي انت تطلبها، لان الله عز وجل مطلع على عواقب الامور. عشان كده انت دايما لازم تعلم نفسك انك لما تدعي ربنا تدعوه مع الادب، تلزم الادب مع الله. ازاي يعني تدعو الله مع التفويض اليه، وبعدين تدعو مش عشان حاجتك بغنى هنا في عقلك. امال ادعو ربنا ليه؟ لابد ان يكون دعاؤك لله لا لاجل تحقيق مصلحتك او حاجتك، حتى لا يكون في الدعاء حق نفسك، وانما تدعو اظهار الافتقار والتذلل من يد الله. عشان كده يقول لك لا يكن تاخر امل الدعاء، لا يكن تاخر امل العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا لنفسك. فهو سبحانه ضمن لك الاجابه فيما يختار لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الأمر الذي يريد لا في الأمر الذي تريد. صل على سيدنا النبي. يبقى يجي واحد يا عم الشيخ ده أنا عمال أدعي لها سنين بحاجة معينة.